السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يكون الصوت واضح. طيب، شكرا جزيلا. في بداية أحب أعرفكم بنفسي. أنا أماني الغانمي، محاضرة في كلية العلوم الصحية بقسم المعلوماتية الصحية. بداية أحب أشكركم لحضوركم ولاهتمامكم وأنكم تعطوني هذا الوقت من يومكم. شكرا جزيلا، وإن شاء الله أن يكون العطاء على قد التوقعات. بداية للأشخاص اللي داخلين من الجوال، بس حابة أعطيكم هند بسيط. الناس اللي ممكن مو قادرة تسمع الصوت، كل اللي عليكم تعملوه أنكم تفعلوا خاصية المايك أو السماح بالصوت، علما أنه المايك ما حيكون يشتغل إلا على منسقين الجلسة. الأمر الثاني، العرض. إذا كان شايفين العرض نوعا ما الخط صغير أو مش مناسب، كل اللي عليكم تعملوه أنكم تكبروا صورة العرض بسحب الأصابع زي تكبير الصور وتصغيرها. طيب، في البداية أنا حابة أشكر المنظمين لهذا اللقاء، متمثلة في عمادة شؤون الطالبات بداية بالدكتورة مي النبيهين والدكتورة شيماء ناقرو والأستاذة يارا الدخيل، وكذلك بالتعاون مع الدكتورة هيا زيدان. خالص الشكر والتقدير لسماحكم بهذه الفرصة للالتقاء وإعطاء ما يمكن أن يفيد إن شاء الله. طيب، بداية لازم نركز في أنه كل العالم يعايش نفس الوضع حاليا، بمعنى في أغلب اللقاءات أو المحاضرات بحسب اطلاعي المتواضع كثير كان في تركيز على الأمور السرية، الحقائق، الأرقام، وهذا شيء جيد، لكن لابد كذلك أن نلاحظ الجانب الإيجابي أو نلاحظ الجوانب اللي هي الإيجابية في هذه الأزمة. من أهمها أن العالم كله اتحد في لقاء عدو واحد وهو الفيروس، والغرض الأساسي أو الهدف الرئيسي هو النجاة أو السيرفايفل في اتجاه هذه الأزمة. من أهم الأمور اللي لاحظناها خلال الجائحة كأمور إيجابية أنه كل دول العالم سخرت مجهوداتها في نسيان الفروقات الفردية والجماعية والتركيز على تجميع الموارد أو المصادر في خدمة أنه نتجاوز هذه الأزمة سويا. نأخذ أمثلة على سبيل التذكر. المواقف الإيجابية اللي لمحناها في الفترة الماضية، كثير من القطاعات اللي كانت مختصة على سبيل المثال بالأزياء توجهت إلى إعطاء نوعا ما اهتمامات أخرى تدعم الإنسانية. ففي فرنسا مثلا بعض الشركات المختصة بالعطور والمواد التجميلية سخرت إمكاناتها ونتاجها الصناعي في تعويض النقص الحاصل في الأسواق الطبية من المعقمات والمواد المطهرة. كذلك في إسبانيا، كبرى الشركات المختصة بصناعة الملابس حاولت أن تسخر طاقاتها وإمكاناتها في إسبانيا وفي إيطاليا كذلك لصناعة الأقنعة اليدوية للتعويض عن العجز في الأسواق الطبية لوجود الماسك الطبي. كذلك من نسيان الفروقات بين الدول، حتى أن الصين في مرحلة ما عاصرت بدايات الأزمة، وعندما بدأت نوعا ما تتجاوز هذه الأزمة وإن كانت بخطى متعثرة، إلا أنها سخرت بعض الإمكانات في مساعدة بعض دول الاتحاد الأوروبي. المملكة العربية السعودية أيضا كان لها مبادرة في أنها ساهمت في علاج كل القاطنين والمتواجدين على هذه الأرض المباركة، سواء كانوا نظاميين أو مخالفين. أيضا عندنا من وجهة كذلك التقدير والاجتهاد في إبداء الإعجاب ومشاعر الحب والامتنان لدفاع الخط الدفاع الأول أو
المتمثل في الأطباء والممرضين أو طاقم التمريض ورجالات الأمن الذين ساهموا في تعايشنا مع الأزمة. أيضا الجينيروس دونيشن أو التبرعات التي حصلت في مختلف النطاقات، سواء كان بمشاركة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز بتوجيه الدعم المادي بما يقارب 10 مليون دولار إلى منظمة الصحة العالمية لدعم الأبحاث في اللقاح أو في العلاجات اللي ممكن تطبيقها ضد جائحة كورونا. أيضا الإمدادات المادية التي قدمتها مثلا الإمارات العربية المتحدة لكل من إيران وسوريا وباكستان وغيره، وهذا على سبيل الذكر وليس الحصر. كذلك كثير من النطاقات الأعمال وجهت عروض مجانية بمشاركات بخصومات بمساهمات، حاولت أن تصل إلى الأبواب، حاولت أن تلغي المسافات وأن تكون دائما حاضرة كدعم وتعاون مشترك في حماية المواطن أو المستهلك على اختلاف بلدان العالم. كذلك من وجهة نظر الفري ليرنينج كورسز في ظل هذه الظروف وكوننا موجودين لأوقات فراغ قد تكون نوعا ما طويلة عند البعض، فكثير من الجهات العلمية أو المنصات الإلكترونية ساهمت في توجيه الدورات التعليمية أو الأكاديمية مجانا مثل هذا اللقاء بغرض التطوير والفائدة واستغلال الوقت فيما هو مفيد. الآن نركز على التقنية. بالنسبة لي التقنية هي ليست بشيء جديد، هي موجودة منذ فترة طويلة جدا، إمكاناتها غير محدودة، ولكن الفرق آلية تسخيرها وآلية استخدامها وكيفية توجيه خياراتها. ولذلك تركيزنا في هذه اللقاء أو في المحاضرة سيكون على آلية تسخير التقنيات أو التطبيقات الإلكترونية وكيف يمكن تطويرها مستقبلا. بداية نناقش التطبيقات التقنية على مستوى الطبي وتحديدا على المستوى العلاجي. على المستوى العلاجي أو من وجهة نظر علاجية، من أهم التطبيقات التي تم استخدامها هو ما يسمى بالبيج ديتا. البيج ديتا المقصد منها هي نوعا ما تحرير المعلومات أو سيل المعلومات بحيث أنه ما يرتبط بوحدة تخزين ثابتة في مكان ما، ولكن يكون إدخال البيانات من مصادر مختلفة متعددة، ما بيكون فيها من القيود على طبيعة المعلومات اللي بتدخل إلى البيج ديتا، ولذلك كمية تراكم المعلومات بيكون سريع وحجما بيكون ضخم، وهذا يعطي نوع من المرونة للشخص المستخدم فإنه يستخلص نوعية البيانات التي يرغب فيها لتسخيرها في الأبحاث أو في الدراسة أو في حتى إيجاد أجوبة لأسئلة يعمل عليها. طبعاً البيج ديتا تم استخدامها بشكل واسع النطاق أثناء جائحة كورونا لفهم طبيعة الجينية لفيروس كورونا. أيضاً من التقنيات التي تم استخدامها هي الارتيفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يستخدم على شكل واسع نطاق في الوقت الحالي وهو المستقبل حقيقة، ولكن في ظل جائحة كورونا وبهم أن الموضوع نوعا ما يعتبر جديد، فيه كثير من الغموض، لا يزال كثير من المعلومات كمية عدم كمية الشك أو كمية قلة الثقة عالية، فلذلك لم يتم استخدامها بالشكل الفاعل، ولكن في حال توفرت معلومات كافية من الممكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحديد نوعية السيناريو أو البيانات العلاجية وما هي قابلية نجاحها أو فشلها. بالنسبة لي كذلك من الجانب العلاجي التليميديسن أو التطبيب عن بعد. التطبيب عن بعد أصبح
يعني خيار لابد منه في الوقت الحالي، خاصة أن كثير من المستشفيات والقطاعات الصحية أصبحت مستهلكة بالأشخاص المصابين، وإذا لم يكونوا مصابين فهم على أتم الاستعداد باستقبال حالات قد تكون مشتبهة. فبالتالي أصبح ذهاب شخص للمستشفى لأي عارض صحي بسيط أو متوسط وليس طارئ هو ليس بالخيار الأمثل. ولذلك كان بعض الأسئلة الطبية تتضمن استشارة بسيطة ممكن أن تقدم من خلال الهاتف، وهي بنسميها الهوت لاين، وهي موجودة حاليا في أغلب دول العالم، كذلك في المملكة العربية السعودية، أو حتى عن طريق برامج التواصل الاجتماعي عن طريق الماسنجر أو عن طريق اللي هي الشات بوت، ويتم التواصل وإرسال الأسئلة، أو حتى عن طريق العيادة الافتراضية بالتواصل من خلال الكاميرا. كل هذه المجالات تساهم في التطبيب عن بعد، وبالتالي تقليل الحمل أو العبء على المستشفيات. فهذه أيضا كانت من الخيارات التي كانت موجودة لفترة طويلة لم تكن مفعلة بالشكل الجيد، إما لقلة الثقة بالمجال التقني أو لحجم التكلفة المفترض أنها يعني تقع على عاتق هذه الأجهزة أو هذه التقنيات، ولكن في المقابل هي كانت حل رائع ومجدي في حالات الطوارئ أو في ظل جائحة كورونا. أيضا في عندنا التطبيقات الإلكترونية. طبعا التطبيقات الإلكترونية راح نتكلم تحديدا في البداية عن التطبيقات المستخدمة في المجال اللي هي في ضمن جائحة كورونا. كان في بعض الموبايل أبس بتركز على التحكم في نسبة العدوى، فالموبايل أبس التي وجدت للتحكم في كورونا كانت بتعطي أحد خيارين، هي صممت خصيصاً أثناء الجائحة، وكان الهدف منها هي إعطاء الشخص فرصة للتعرف إذا ما كان في ضمن موقع ثبت أنه موبوء أو فيه بعض حالات الإصابة، أو أنه كان في مكان قريب من شخص عنده إصابة بكورونا. فعلى سبيل المثال من ضمن التطبيقات هذه فهي أما تستخدم باستخدام تقنية البلوتوث أو بتقنية الموقع. فأغلب الأنواع كانت تستخدم أحد هذين التقنيتين، تقنية الموقع بأن جهازك بمجرد ما أنت بتنزل التطبيق وتفعل التعرف على الموقع، جهازك يقوم بتخزين أماكن تواجدك، وبالتالي إذا ثبت لاحقاً أن أحد هذه المواقع التي كنت فيها في مرحلة ما موبوء أو في حالة إصابة، فيأتيك نوع من الإعلام على جوالك لتأخذ الاحتراز أو تأخذ ما يسمى بالكوارنتين أو السيلف ايزوليشن، العزل الذاتي، لمدة 14 يوم. التقنية الأخرى المبنية على البلوتوث هي تعتمد أنك والشخص المقابل يكون عندكم الابليكيشن منزل في الجوال، أن كلاكما يكون مفعل البلوتوث، فأثناء اللقاء حتى برغم وجود التباعد الاجتماعي، بمجرد أن يحصل التقاء بين الأجهزة في نطاق بلوتوث معين تخزن كذلك البيانات، وبعد تخزينها يتم مراجعتها لاحقا في حال ثبتت إصابة أحد الطرفين، وكذلك يرسل له إعلام على الجوال ليعرف أنه لابد أن يخضع نفسه طالما أنه ما عنده أي شيء من الأعراض للعزل الذاتي لمدة 14 يوم، وإذا ظهرت عليه الأعراض يتوجه مباشرة إلى أقرب مركز صحي. التطبيقات الإلكترونية في حد ذاتها قد تكون فكرة جيدة جدا، ولكن محاذيرها كثيرة في كونها أولا قد تتعدى على بعض القوانين التي سنتها المنظمات الصحية بخصوص الأمان والخصوصية للمريض، لأن المريض من حقه ما يسمى PHI أو Protected Health Information، وهي حماية خصوصية المريض المصاب في معلومات مرضه وأعراضه وإلى آخره. عندما أسمح للعامة بالولوج إلى المعلومات وأن هذا الشخص كان في المكان الفلاني أو أنه أصيب بالمرض الفلاني، وكأني بمقال آخر أقول أني أذيع معلومات المريض، ولذلك كانت أغلب التطبيقات
ليس إجبارية إلا في بعض الدول التي وضعت قانونا حكوميا يجبر جميع الأفراد على الاعتماد على هذا التطبيق من أجل الهدف الأسمى والأقصى وهي حماية العامة، مثل سنغافورة على سبيل المثال. كذلك من التقنيات اللي هي 3D printer اللي بتستخدم في بعض الدول وتحديدا في إيطاليا. إيطاليا كانت من الدول التي مثل ما كلنا عرفنا يعني كانت من أوائل الدول التي حصل عندها انهيار في النظام الصحي، واجهت نقص في الإمدادات الطبية. لذلك أحد الشركات ساهمت في إيجاد نوع من الحلول السريعة في استخدام 3D printer أو الطابعة ثلاثية الأبعاد. لمن لا يعرف، الطابعة ثلاثية الأبعاد هي مثل الطابعة العادية ثنائية الأبعاد، ولكن عوضاً عنها تطبع صورة عبارة عن بعدين، هي تطبع مجسم ثلاثي الأبعاد. فبسبب النقص وبسبب قلة الإمدادات وبسبب أن البلاد أصبحت معزولة، بمعنى أن المداخل والمخارج مقفلة وليس لديهم حلول، فاستخدموا الطابع ثلاثية الأبعاد في طباعة بعض الأدوات الطبية الضرورية لعلاج المرضى المصابين بالكورونا. وزي ما أنتم شايفين هي أغلبها أدوات خاصة بالتنفس. من مزايا الطابعة ثلاثية الأبعاد بأنها رخيصة، بمعنى أنها غير مكلفة لدينا. الأمر الثاني أنها سريعة، بمعنى أنها حل سريع وجيد لمعالجة الحالات الطارئة. واستخدموها أيضاً في إيجاد نوع من الماسكات الطبية التي تستخدم خصيصاً للطاقم الطبي الملاصق للحالات المصابة. لكن من العيوب الرئيسية في الطابعة ثلاثية الأبعاد أنها تساهم في قد تكون مطابقة المواصفات الطبية ليست خليني أقول 100% متماثلة في كل القطع، فممكن من بين 100 قطعة تكون قطعة أو قطعتين فيها اختلاف نوعا ما في خليني أقول جودة المنتج. أيضا أن كمية المواد المستخدمة لطباعة هذه المواد هي محدودة، بمعنى أنه في عندي 5 ماتيريال أو 4 ماتيريال من المواد الصناعية المستخدمة لطابعة ثلاثية الأبعاد، فما أقدر أقول أنا والله أبغى أطبع مبنى أو أطبع طاولة، ما أقدر أحدد المادة. المواد المستخدمة في الطباعة هي محدودة من 3 إلى 4 مواد. طيب، أيضاً من ضمن النشاطات التي وجدت في مجال العلاج هي المبادرة التي قامت فيها منظمة الصحة العالمية، وبالأخص بعد التصريحات التي قام بها أحد رجالات السياسة عندما وصفوا أو عندما حاولوا توضيح أن من أحد المحاولات في العلاج أنه ممكن أن نحقن الأشخاص بالمطهر، وهو تحديداً القول الذي صرح به الرئيس الأمريكي. وعندما حدثت بعض الحالات الحرجة أو بعد الحالات التي حاولت تجربة هذا الشيء في الواقع، أخذت منظمة الصحة العالمية البادرة بمساعدة الواتساب وعينت ما يسمى بالشات بوت. الغرض منه تحديداً هي الإجابة على الأسئلة الشائعة بخصوص الأعراض، بخصوص المشكلات الطبية، بخصوص ما هي المعلومات التي ممكن أن تكون للوقاية، آخر المستجدات بخصوص اللقاح، أماكن الانتشار وإلى آخره. بالنسبة للمعلومات الخاصة بالسكرينينج برسبكتيف أو عمليات الفحص العام أو الشامل، طبعاً الفكرة من الفحص أو المسح الطبي هي استكشاف الحالات المصابة كمحاولة لاحتواء العدوى والتقليل من الحالات المصابة مستقبلاً. ففي هذا النطاق كثير من الدول عملت الكثير من الإجراءات، ألخصها بشكل مختصر دون ربطها بدولة معينة لأنها في الأغلب هي متوفرة في أغلب الدول. من ضمنها كانت المسحة الطبية التي تؤخذ عن طريق السيارة، بمعنى أنه يكون في محطة مخصصة بيدخل فيها أي شخص
من خلال هذه المحطة، ويتم أخذ مسحة طبية وبياناته وعمل فحص عليها لحين التحقق من إصابته بفيروس كورونا أو لا. العمل التي قامت بها مثلا وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بإنزال طاقم طبي للأحياء العشوائية أو الأحياء التي ممكن ما يكون عندها هذا الإمكانية أو الفرصة للوصول إلى مراكز صحية متخصصة، فإنهم يعملوا لهم فحص مبدئي للتحقق من إصاباتهم بحالة كورونا ومعالجة الوضع قبل تفشي الفيروس أو العدوى. كذلك من الإجراءات الاحترازية أو الوقائية اللي هي التباعد الاجتماعي، و علاوة على ذلك استخدام قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء في أماكن التجمعات أو في وسائل النقل والمواصلات لاحتراز باستبعاد أي شخص قد تكون درجة حرارته مرتفعة، بالرغم من أنه لا يوجد هناك ثقة كاملة بأن كل شخص مصاب بالكورونا يعني نختزل الأعراض فقط في درجة الحرارة، لأنه وهذا من أهم الأسباب التي جعلت الحياة تتوقف، أن الأعراض ممكن تكون موجودة لكن غير ظاهرة أو غير واضحة، ولكن زي ما قلنا هو من باب الاحتراز ومن باب المسح العام. طيب، كذلك من الأمور الأكثر تقدم والأكثر تقنية والتي نوعا ما يحاولون نوعا ما في جعلها أكثر، خليني أقول، خدمة لشريحة أكبر من المجتمع، هي الكاميرات الحساسة أو بيسميها الثيرمال كاميرا، الكاميرات الحرارية اللي بتقيس درجة حرارة الأشخاص زي ما قلت في الشوارع وفي الأماكن العامة وفي المواصلات. مثل هذا النوع من الكاميرات بيقيس درجة حرارة الأشخاص. الكاميرا هذه تكون خاضعة لفريق مراقبة، فإذا وجدوا مثلا شخص يكون عنده درجة حرارة مرتفعة، فإنه يتم نوعا ما التحفظ أو طلب من هذا الشخص إجراء مسحة للكورونا وإلى آخره. أيضا في الإمارات العربية المتحدة عملت مبادرة، فإنها طلبت من رجالات الشرطة بأنها ترتدي أيضا نوع من النظارات اللي بتعتمد على ما يسمى بتقنية الكمبيوتر فيجن، وهي أيضا تقنية تعتمد على تطبيق معين استخدام تطبيق الكمبيوتر، الهدف منه قياس درجة حرارة الشخص، وكذلك يتم التحفظ على أي شخص تكون درجة حرارته مختلفة. هي أيضا موجودة أو تم استخدامها في الصين. الدرونز أو الطيارات الصغيرة أيضا كذلك تم استخدامها لنفس الغرض في قياس درجات الحرارة للعامة، و كان استخدامها لا يزال محدود ولا يزال البحث جاري في مجال أو طاقة استخدام الدرونز في ظل هذه الجائحة، بمعنى أنهم لا زالوا يحاولون يجدون الاستخدام الأمثل لهذا النوع من التقنية في ظل جائحة كورونا. طيب، كذلك المبادرات ما حصل في اللي هو لصقة السيليكون اللي هي قامت بها جامعة نورث ويسترن ومستشفى أبحاث شيرلي تريان أبيليتي لاب في شيكاغو في بحث تم نشره في النيتشر بايوميديكال إنجينيرينج. طبعا أتوقع ممكن بعضكم سمع عن هذه اللصقة. لصقة السيليكون هذه الهدف منها أنها بتوضع بشكل حساس على الجسم، يكون الهدف منها تسجيل بيانات شخص من حيث درجة الحرارة ورتم الأعراض مثل الكحة و الرتم السعال قديش قاعد يتكرر، قوة السعال وإلى آخره. هذه المعلومات تخزن بشكل مثل المراقبة أو التتبع للشخص، وتعطي نوع من الإنذار في حال أنه كان عنده اشتباه نوع ما للإصابة. كذلك بالنسبة لممارسات رجال الأمن حفاظا على الطاقات البشرية، تم تسخير الروبوت في بعض الدول مثل تونس. لاحظوا الروبوت كان عبارة عن كاميرا ويتم التواصل عن طريق المايك مع الأشخاص اللي موجودين في الشوارع، بحيث أنهم يتم مثلا المساءلة، زي لما يكون في شخص خرج في أوقات حظر التجول فيسأله فرد من الأمن ما سبب خروجك وإلى آخره، يتم هذا النقاش عن طريق الروبوت عوضا عن الشرطي للحفاظ على الطاقات البشرية من انتشار
العدوى. نفس التقنية تم تطبيقها كذلك في الصين، ولاحظوا أن الجهاز أو الروبوت مرتبط بغرفة المراقبة، بتكون بتستخدم هذا البورتل أو صفحة الويب بيست، بتعتمد على أنه يتم تعريف الشخص حتى إن كان مرتدي للماسك، وأيضا يتم قياس درجة حرارته وتحديد موقعه لاستكشاف الأشخاص المخالفين، وأيضا استكشاف في مكانه مصابين. طيب، هذا في مجال العلاج والإجراءات الوقائية والإجراءات الاحترازية. التكنولوجيا كانت مفيدة، التكنولوجيا كانت إجابة لكثير من الأسئلة، ولا تزال ضرورية. ولكن الاستخدام العادي أو الاستخدام الشخصي، لابد أن نلقي الضوء كيف نستطيع أن نتعايش مع الوضع الحالي، كيف نسخر التكنولوجيا لنخرج من هذه المحنة بمنحة ونجد فرص لعيش حياة تتوفر فيها سبل للتكيف والاستمرار نمط أو وتيرة العمل والاقتصاد والتعايش بشكل ما يكون بيأثر على الفرد أو على المجتمع. بداية خلونا نلقي نظرة، التكنولوجيا ضغط على حياتنا اليومية، طابعنا اختلف، أغلب الوقت في البيت على طول على الأجهزة. هذه دراسة نشرت في أبريل 2020. لو نظرنا لوجهة استخدام الأجهزة كأنواع، فإن استخدام الموبايل زاد بنسبة 76%، استخدام اللابتوب أو الكمبيوتر زادت بنسبة 45%، استخدام الديسكتوب أو اللي هو الكمبيوتر المكتبي زاد بنسبة 32%، استخدام الآيباد أو الجهاز اللوحي أو التاب أو البي دي ايز زادت بنسبة 22%، كذلك السمارت تي في اللي هو الجهاز اللي يكون موصل بالإنترنت زاد بنسبة 34%، ألعاب الفيديو زادت بنسبة 17%، استخدام السبيكر أو السمارت سبيكر أو السماعات زادت بنسبة 11%، واستخدام السمارت ووش كذلك أو الساعة الذكية زاد بنسبة 6.3%. هذا الازدياد مقابل أي نوع من الاستخدام؟ نشوف مع بعض طبيعة الاستخدام في هذه الأجهزة. طبيعة الاستخدام وجدت أنه 20% من الاستخدام كان لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج، 15% كانت في طاقات المحادثات، 16% كانت في تطبيقات الجوال، كانت في برامج المحادثة على اختلاف أنواعها، لا أحدد برنامج معين اللي فيها صندوق محادثة ويتم التواصل فيه، كذلك الملفات الصوتية حوالي 14% زاد الاستهلاك، 10% كانت على الموبايل أبس، كذلك 10% كانت على ألعاب الفيديوز ومحتوى أو استخدام ألعاب الفيديوز، و 5.5% كانت على صناعة المحتوى الفيلم أو إخراج الأفلام أو تركيب الصور أو الإفكتس. وطبعاً أغلب الجيل الحديث ما شاء الله عندهم خبرة كبيرة فيه، كذلك 4.2% هي كانت على الاستماع إلى البرودكاست مسجز أو اللي هي المقاطع اللي بتنشر في مواقع أو منصات الإلكترونية. طيب، خلونا نركز على مجال الحياة بشكل عام عشان نعرف ما هي سبل التطوير. لو جينا نشوف الجانب الإيجابي، everything is connected، بمعنى كل شيء في الوقت الحالي متصل ومرتبط، لذلك أغلب نطاقات العمل لابد أن تحتوي على remote teamwork، بمعنى أنه أصبح أنه يصير عندي طاقة عمل تعمل عن بعد. هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي أنه في عندي بزنس، في عندي نطاق عمل، في عندي أنا موظف في مؤسسة معينة، فالطبيعي أنه عملنا راح يكون عن بعد. كذلك فكرة الريموت ديجيتال تيم وورك أو الريموت بمعنى اللي هو عن بعد، في بعض المؤسسات يكون استخدام
النظام الرئيسي في مقر العمل مرتبط بوجودي في مقر العمل، وهذا الشيء موجود في أماكن كثيرة مثل البنوك على سبيل المثال، بمعنى أن الموظف في البنك إذا حب يعمل معاملة حوالي أو شيء معين لابد أنه يكون في نفس البنك على نفس النظام الرئيسي المرتبط بموقع البنك، في حال أنه كان موجود في البيت ما حيقدر يعمل نفس الخدمات بنفس الطاقة. فهذه كانت مشكلة كبيرة لهذه القطاعات، فليعملوا أنهم عملوا بعض الخطوات التقنية البسيطة اللي ساهمت في استمرارية عجلة العمل من غير أن يتم أو يكون هناك انقطاع على المستهلكين أو المواطنين في مختلف بلاد العالم. مثلاً استخدام تقنية معروفة في الاي تي اسمها MFA أو المالتي فاكتور أوثنتيكيشن. المالتي فاكتور أوثنتيكيشن هي نوع من الحماية، بمعنى أني أسمح للموظف وهو في منزله سواء كان من جواله، من جهازه، من آيباده، يدخل على المركز الرئيسي للعمل، وفي نفس الوقت يتم التحقق من صلاحية هذا الموظف بأكثر من عامل أو بأكثر من طريقة، رسالة على الجوال، إيميل، رابط من خلال الإيميل، يدخل الباسورد مرتين وإلى آخره. كذلك إذا كان السيستم ما أقدر أدخله من الأوتسايد كثير أو عفواً من الخارج، كثير من جهات العمل نظمت ما يسمى بالـ VPN أو ما يسمى بالـ Virtual Private Network. الغرض منها أنها تسمح لهذا الجهاز الموجود في موقع مختلف بالولوج إلى المركز الرئيسي لمقر العمل لأداء مهام معينة على نفس السيستم الرئيسي بالضبط. فالباسورد مانجمنت كلها من الأمور اللي تساهم في حفاظ أو الحماية، كذلك يحصل نوع من الأبديت ونوع من التحديث المستمر والمراقبة المستمرة لحماية النظام من الهاكس أو من التداخلات الأمنية أو تسريب المعلومات. أيضاً في قطاع العمل لاحظنا شيء جميل بسبب أن مخارج الدول ومداخلها أصبحت مغلقة، خطوط الطيران مقفلة، فأصبح هناك في تركيز على الناتج المحلي، وأقصد بالناتج المحلي أنه أصبح في أكثر ثقة باعتماد الناتج المحلي لأنه أسهل، لأنه أوفر، ولأنه فرصة للاستثمار، خاصة في قطاع الأعمال التي كانت مخصصة خدماتها في مجال مثلاً الاستيراد والتصدير أن تركز في الناتج المحلي. أيضاً بالنسبة لي نجاة الأعمال أو قطاع الأعمال في ظل هذه التقنيات لابد أن يركزوا على تفعيل البيئة الرقمية، لأن البيئة الرقمية هي البيئة الناجحة وهي الوحيدة التي تعمل في الوقت الحالي، وهذا جزء من التكيف والتعايش مع الظروف الحالية. في ظل هذا التكيف هناك بعض الملاحظات البسيطة التي ممكن من خلالها نطاق الأعمال أن يحسنوا، طبعا في نماذج طويلة واستراتيجيات مدروسة وميثودولوجي عليها أبحاث ودراسات ممكن يطبقوها، ولكن بشكل عام على نطاق العمل أبسط ثلاث قواعد ممكن نتبعها هي الانجيجمنت، والمقصود فيها إشراك المستهلك في عملية اختيار المنتج، مشاركة المستهلك أو المستفيد من الخدمة في إعطاء رأيه وتجربته معنا في هذا المنتج أو هذا النوع من الخدمة، والتطوير المستمر. ولذلك دائماً توصلكم إيميلات، طبيعي مع الوضع الحالي أنه أغلب طلباتكم صارت أونلاين، تسوقكم صار أونلاين، لما تجيكم طلبية أول حاجة بيقولوا لكم قيموا، لما تستخدموا تطبيق أول شيء بيطلب منك قيم، احكي لنا عن تجربتك. هذا الشيء طبيعي لتطوير بيئة العمل، exactly feedback، شيء طبيعي لتطوير بيئة العمل خلال النظام الرقمي أو النظام الإلكتروني عن بعد. كذلك من ناحية الموارد البشرية، الموارد البشرية أصبحت الآن نوعا ما في أزمة، وسمعنا عن هذه الأزمة، وفي بعض من أقاربنا ومن أحبابنا عاصروا هذه الأزمة. لا تركزوا على الأزمة ولكن ركزوا على ما بعد الأزمة، بمعنى الآن الموارد البشرية من أهم دورة أو الدور المتوقع منها في ظل هذه المرحلة هو التركيز على صحة الموظفين وعلى سلامتهم النفسية والجسدية. الأمر التالي لابد أنهم يراعوا
إعادة صياغة القوانين والسياسات بما يتلائم مع ظروف الجائحة في اعتبارها سيناريو أو في اعتبارها نموذج يستخدم في الحالات الطارئة كما هو حاصل أو المعمول به الآن. كذلك لابد من أن يكونوا طبيعة عمل عن بعد تكون منظومة متكاملة ولا تعتمد على المبادرات الشخصية أو الفردية، أو حتى خليني أقول اللي هي بشكل يكون عشوائي، شخص يبادر شخص يقترح، لا، المفروض أنها تكون منظومة متكاملة واضحة المعالم والمقاييس. كذلك لابد من تجنب التحيز والتمييز والاستبعاد، لابد أننا كلنا مع بعض في ضمن قارب واحد نعمل لخدمة مؤسسة واحدة، أهداف واحدة للنجاة في ظل هذه الظروف، وصولا إلى الفرج بإذن الله تعالى. طيب، نطاق التعليم. نطاق التعليم طبعاً جزء كبير منكم أتصور عايش هذا الوضع، ممكن كانوا طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية أوفر حظاً لأنهم كانوا نوعاً ما متعودين على التعليم عن بعد، ولكن في نطاق التعليم المنتظم كانت نوعاً ما صدمة سواء في المدارس أو في الجامعات، كيف يتم الانتقال تماماً إلى التعليم عن بعد؟ وجدت منصات، سخرت طاقات المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في كل النطاقات، كانوا تحت ضغط كبير وعملوا جهود جبارة، واستمرت العملية التعليمية ولله الحمد، بل على العكس بدأت الإبداعات في استمرار عملية التعليم والتكريم، وكذلك التقدير وشهادات التقدير لكل من ساهم وشارك، وحتى أيضا كانت هناك بعض المبادرات وبعض اللفتات لحتى الخريجين. أيضا كثير من المواقع وفرت نوع من المنصات الإلكترونية تساهم في تحسين أو تطوير المهارات. ليش؟ طبعا زي ما بيقولون أو قالوا كبارنا، كل وقت ولو أذان، بمعنى أنه حاليا إحنا في وقت اختلفت أولويات سوق العمل، اختلفت متطلبات أو طبيعة الأعمال بالطريقة اللي إحنا كنا معتادين عليها. لا يمنع أن شخص يمتلك مهارات جديدة، لا يمنع أن تطور مهارات جديدة، لا يمنع أن تركز على هواية قديمة، لا يمنع أن تحاول اكتساب خبرات جديدة تؤهلك للعودة ما بعد كورونا، لأنه لنكن واقعيين قد يستمر الوضع في أسوأ الأحوال سنة سنتين، لابد أن تعود الحياة إلى طبيعتها، بل إن شاء الله أفضل، فلابد أن نكون على أتم استعداد، وإذا إن شاء الله تجاوزنا الأزمة نكون على أفضل حال من التجهيز والعتاد والاستعداد. كذلك المؤتمرات العلمية، كثير من المؤتمرات حقيقة يعني أنا كنت معجبة بهذه الخطوة، أن كثير من المؤتمرات على مختلف دول العالم استمرت في البث المباشر عن بعد، وقدمت المادة بحسب المتوقع منها في نفس الوقت. لذلك هذه المؤتمرات الإلكترونية أو المؤتمرات عن بعد أعطت فرصة كبيرة للأشخاص التي كانت ظروف عملهم مثلاً أو ظروفهم ما كانت تسمح لهم بالتواجد في أوقات معينة لهذه المؤتمرات، يا أما لظروف عمل يا أما لظروف سفر، استطاعوا فقط من خلال الضغط على رابط معين التواصل والدخول إلى هذه المؤتمرات والاستفادة منها أقصى استفادة. طيب، مجال العائلة والأصدقاء كذلك، هذه من أكثر الأمور اللي ممكن تكون مؤلمة نفسياً حالياً لأغلب الناس، لكن الحمد لله على حال، طالما أنه سبل التواصل موجودة، طالما إحنا قادرين نتواصل مع أحبابنا نطمن عليهم أو حتى على الأقل نتبادل مشاعرنا معاهم، هذه نعمة كبيرة. في الجانب التقني حصل في تطور في التطبيقات خلال هذه الأزمة، فعلى سبيل المثال نيويورك تايمز وجدت أن أو نشرت بأنه حصل زيادة في تحميل تطبيقات مثل سكايب واتساب وجوجل هانج أوتس وديو وويب ماكس وزوم إلى ما يقارب 600 ألف داونلود في بداية الجائحة. كذلك أكوردينج لشركة أو فيسبوك وضحت أن
اللي هو التلفزيوني أو اتصال الكاميرا زاد استخدامه بما يقارب 70%. هذه من الأمور التي تثبت أن التكنولوجيا كانت جدا مفيدة خلال هذه الجائحة في أنها ساهمت في خليني أقول أن نبقى عن قرب مع العائلة والأحباب والأصحاب، فالحمد لله لوجود هذه التقنيات في هذا الوقت الصعب. بل أن بعض الناس أصبحوا أكثر إبداع حقيقة، بمعنى أنهم بدأوا يستخدموا التقنية بشكل مبدع في أنهم ما وقفوا حفلات التخرج، ما وقفوا اجتماعات، حتى أن بعض حفلات الزفاف تمت بعد، وكانوا زي ما أنتم شايفين الصورة أنه المدعوين مشاركين ولكن عن بعد. ف يعني حقيقة هذا يعطيني انطباع أن طبيعة الإنسان هو دائماً يتكيف ويتعايش ويذلل الصعاب للخروج من الأزمة، فمهما كانت الأزمة صعبة في الاستيعاب أو كانت تفوق استيعابنا في بعض الأحيان، إلا أننا قادرين بعزيمة وبصبر وبإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نتجاوزها إن شاء الله في أفضل حال. لا تنسوا أن الوقت الذي يمر حالياً خلال جائحة كورونا محسوب في أعمارنا وفي أيامنا، فلا تنسوا ما يمر عليكم من مواقف جميلة، من مواقف نبيلة، من قصص فيها ذكريات، فيها أحاسيس لم نختبرها في ظروفنا العادية. بمعنى خلال الفترة الماضية أنا أتصور أن الكل بلا استثناء حصل معه موقف نبيل قدمه لأحد أو أحد قدم له موقف نبيل، من أبسط شيء إلى أضخم شيء، بأن عامل يحرص عليك في أنه يصلك إلى منزلك، هذا أنا أحسها خدمة كبيرة. أنه أنا أظل في منزلي في الوقت اللي أحد يعرض نفسه للخطر في أنه يروح يجيب لي أغراضي أو المواد التموينية تحديداً ويأتي فيها إلى المنزل، خاصة في أوقات الحجر التام اللي كان 24 ساعة، كان مرت علينا ظروف أتصور للكل كان عنده ذكريات جميلة المفروض أنها لا تنسى في خضم الأخبار السيئة والمشاعر السلبية والتناقضات في الأخبار وفي الاستراتيجيات والبروتوكولات القائمة. كذلك لابد أن نقدر النعمة في الوقت الحالي، ولا يصل بنا الحال كما كنا قبل كورونا بأننا اعتدنا النعمة بشكل معين ولما فقدناها ركزنا في غيابها ونسينا النعمة الحالية. النعمة الحالية أننا إن شاء الله في خير وعافية، وإن شاء الله نستمر بهذا الحال ويجعلها أيام تمر ولا تضر بإذن الله تعالى. أيضا من أهم المزايا لجائحة كورونا، لا تنسوا أنها أعطت فرصة للأرض أن تتنفس، والمقصود بأن تتنفس بأنها يعني تعود إلى طبيعتها الأم بدون تدخل بشري، بمعنى أنه ليس هناك وسائل مواصلات، ليس هناك أبخرة أو دخان من وسائل النقل أو من المصانع، ليس هناك نوع من الصيد أو التجاوز، فتعود الطبيعة تدريجيا تتنفس. وهذه من أهم الأمور أو من أهم الدروس التي نتعلمها في الوقت الحالي، أن نحترم الطبيعة ونحترم الأرض، لأن التجاوز على الأرض قد يصل بنا إلى عاقبة لا تحمد، فلا بد من احترام الأرض، احترام البيئة، إيجاد سبل، لأن ثورة الأرض ستثور على الكل بما فيها نحن البشرية، فلا استثناء، لا بد من حماية كل الكائنات الحية على سطح هذه الأرض. و أسأل الله العلي القدير أن يمنحنا الإلهام والصبر والعلم الكافي والقدرة المادية والمعنوية لإيجاد الحلول إن شاء الله في الفترة القادمة. كذلك في نهاية محاضرتي لا أنسى أن أوصل الشكر الجزيل لخط الصف الأول اللي هم الأطباء ورجالات الأمن والناس القائمين على الخدمة المجتمعية ومراكز الاتصال والناس المسؤولين على الإمدادات والتموين. شكرا جزيلا لكم، لولاكم لكانت الحياة أصعب بكثير. شكرا جزيلا لحضوركم،
أتمنى أني ما أطلت عليكم، وإن شاء الله أنه يكون السياق في ضمن ما توقعته. بالنسبة لأي استفسار أو أي سؤال حابين تتواصلوا معايا، الإيميل موجود، ونفتح المجال الآن للأسئلة في خصوص أي ما ناقشناه خلال هذه المحاضرة أو هذا اللقاء. شكرا لكم لحضوركم، شكرا جزيلا، دمتم في خير وصحة وعافية، في أمان الله. بخصوص الاستفسارات، اللقاء مجاني ولا أتوقع أنه عليه شهادة، وتستطيع أن تفيدنا كمان الدكتورة شيماء، لكن على حد علمي لا يوجد الشهادة. إن شاء الله أنه أهم شيء أن تحصل الفائدة، والشهادة يعني بإذن الله هي تحصيل حاصل في النهاية، أن تحصل لكم الفائدة وأن تكتسبوا المعلومة، في رأيي هي مكسب كافي. والله سؤالك يا أستاذ فهد جميل. هو الحاصل الآن أنه الناس تحاول قدر الإمكان تجد استراتيجيات، لأن التوقعات الطبية والإحصاءات بتقول أن الموضوع سيستمر إلى فترة طويلة، وليس من المنطق أن نستمر بهذا الوضع من بربع طاقة إنتاج، من سواء من ناحية عملية، من طاقة أعمال، من خروج، من سير الحياة بالشكل الطبيعي. لكن لابد أن نفكر في حلول تجعلنا نعود لممارسة الحياة بالشكل الطبيعي، بنفس الوقت ما نصل إلى مراحل العدوى اللي مرت علينا بالمرة الماضية. ولذلك هذه الاختراعات، سواء كان من النظارات لقياس الحرارة، سواء كان من لصقة السيليكون، سواء كان من إيجاد قوانين جديدة في وسائل النقل والمواصلات، هي كلها مبادرات كحلول لعودة الحياة لطبيعتها إلى حين اكتشاف لقاح بإذن الله تعالى، أو محاولة التعايش مع الوضع الحالي، بحيث أنه إحنا نعيش ونمارس حياتنا بشكل طبيعي من غير ما نحس أنه إحنا في انتظار خبر معين أو علاج معين. شكرا جزيلا لكم. في سؤال يبدو لي من ضمن سياسات الواتساب لا يسمح للقطاع الصحي يكون موثق بشكل رسمي. لا، هو ممكن، لأنه منظمة الصحة العالمية هي عملت التوثيق من خلال الواتساب. ما عندي تفاصيل بهذا الخصوص، ولكن من خلال البحث أتصور أنه ممكن. طيب، والله هذه أسئلة على مستوى دولي يا مصطفى، ما أتصور أنه محاضرة زي في الجامعة حيكون عندها جواب، لكن إن شاء الله رجالات الدولة والمسؤولين وأصحاب المراكز المناصب في هذه الدولة الكريمة قادرين على إيجاد هذه الحلول في أقرب فرصة ممكنة بإذن الله. أرسلي لي إيميل، أو عفوا أرسلي إيميل يا أستاذ ياسر، وهذا إيميلي موجود لأي تفاصيل أخرى. من الانفلات للاستخدام المبرر للتقنيات على المستوى. نعم، شكرا يا ريان. فعلا الاستخدام التقني أو التركيز على استخدام التكنولوجيا وزيادة استهلاك الأجهزة، طبعا هناك خطر كبير للاختراق، ونعم زي ما قلت تهديد المعلومات وتسريب، لكن في المقابل لابد من تسخير طاقات أكبر في عمليات الحماية، لأنه وجود خطورة لا يلغي أهمية الوسيلة. ما هي أهم التطبيقات التي ستعمل على العمل من بعد بدلا من الحضور؟ كثير التطبيقات، كثير ولا تزال في ازدياد. العبرة مثل ما شرحت، العبرة ليست بالتكنولوجي ولا باسم التطبيق ولا بالشركة، العبرة بآلية الاستخدام. أنا ممكن أجيب أغلى تطبيق في السوق ويفشل،
الفكرة هي كيف توظف التطبيق بشكل أنك تستخدم الوظائف اللي موجودة فيه وتفعلها بشكل يتلائم مع مجالك وتخصصك ونطاق العمل اللي أنت فيه، وفي نفس الوقت تكون ذكي في وضع استراتيجية، لأن التكنولوجي لوحدها ليست الإجابة، التكنولوجي وسيلة وليست غاية. بعض التطبيقات تخترق بسرعة، فمن السبب وأليس هناك عقوبات دولية حول هذا؟ للأسف التطبيقات أو عموما مجال الشبكة وسيل المعلومات الضخم اللي بيحد في الشبكة، يعني إحنا الأشخاص وهم أشخاص يمشون في الشارع وجدنا صعوبة في ضبط حركتهم أثناء الإجراءات الاحترازية، فما بالنا بتريليونز من المعلومات وطاقة البيانات اللي من خلال الشبكة. فحكاية الإجراء فإنه نعمل عليها عقوبة وإلى آخره، هذا يعتبر نوعا ما صعب، لكن اللي ممكن نعمله هو زي ما قالت أستاذة نوف، الوعي. الوعي بإني أنا أميل لاستخدام التطبيق الذي يدعو مني مواقع على سي معينة للاستخدام، أغير الباسورد، أستخدم اللي هي precautions أو إجراءات الوقاية لي أنا كمستخدم، ولا أثق كل الثقة في مقدم الخدمة. ليش ما تبحثي عن الموضوع يا عايدة وتصير هي محاضرتنا الجديدة؟ لأنه فعلا الاحتباس الحراري كان من أهم المشكلات اللي تواجه الأرض في الفترة اللي فاتت، والكثير من الناس أو كثير من الأخبار شدتني إلى حتى من كان من ضمن الأخبار أنه في البندقية وجدوا اللي كانت تستخدم القوارب لنقل السياح في نفس المنطقة وجدوا دلافين. فدخول الحياة البحرية أماكن كانت 100% سياحية وما كان فيها أسماك بهذا الحجم، حجم الدلفين، يدل على أنه في تحسن على المستوى البيئي. أكيد الأرض تتنفس. اختراق المحاضرات، نعم بعض التطبيقات يتم فيها اختراق المحاضرات، لكن أنا لست متخصصة أمنية حقيقة، فما أتوقع أني من الحكمة أني أتعمق في الموضوع، لكن المتخصصين في حماية المعلومات والأمن السيبراني أكيد عندهم إجابة وتقنيات واضحة في حماية المحتوى. أكيد تغلبت على كثير من التحديات وقد فرص. نعم هذه هي النظرة الإيجابية، أو مش أقول الإيجابية، الأفضل نقول تفاؤل، لأن الإيجابية هي اعتقاد أنه لا مشكلة، لا، التفاؤل اعتقاد أنه في كل محنة منحة. ففي ظل هذه الظروف لابد من التركيز على منافذ الخروج ومنافذ تحقيق الفرص. تعلم مهارات جديدة، نعم، أشد على يدكم في هذا الخصوص، تعلم مهارات جديدة، لأن طبيعة العمل بعد كورونا ستختلف وستتطلب مهارات مختلفة. بعض الأعمال والنشاطات اللي سيتم تغييرها للأبد. طبيعي طبيعي، نعم. التغير لا يعني دائما بالضرورة، يعني كلنا نتغير، هذه طبيعة البشر، ولكن التغيير وحده يصنع التقدم. فكل ما أسرعنا في التكيف وإيجاد فرص للتطوير بشكل أفضل، كل ما كان سبل النجاح أكثر. العفو، شكرا لتواجدكم، شكرا لمساهمتكم وأسئلتكم، أتمنى لكم التوفيق، دمتم في صحة وعافية، في أمان الله.